السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة. عندكم رقمين للداخل بالأعلى من زاخو الإفاض تقدرون تتصلون بنا. بالنسبة للرقمين للأسفل، الأخوة العراقيين اللي ساكنين دول المهجر والأشقاء العرب ومن الخليج العربي للمحيط، ومن يتابعنا من باقي دول العالم يقدر يتصل بينا، ونفس الرقمين الجو بها برنامج الواتساب. اللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب كان، أتمنى يبعث لنا رسالة مكتوبة مطبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة، ونبدي حلقتنا اليوم بأول ملفاتنا. أول ملف ويانا هو ذكرى مليونية 25 تشرين. اليوم هو 25 تشرين الأول، اليوم تجددت الذكرى الثانية ثورة تشرين اللي طالبت بإنهاء نظام طائفي فاسد تحكم أحزاب وميليشيات. كل هذا يجي بوسط دعوات للناشطين والمتظاهرين بعودة موجة جديدة من الثورة بمحافظات البلاد كلها، خصوصا ويا استمرار فساد الكتل والأحزاب ونهبها المقدرات العراق. العراقيون جددوا بتظاهراتهم بالعديد من الساحات بمختلف المدن، خصوصا ساحة التحرير، وأجمع جموع المتظاهرين على أن استمرار شركاء العملية السياسية بتمكين القتلة والفاسدين لرئاسة الحكومة وراء سنوات من الإمعان بإراقة دماء العراقيين، أجمعوا أن هذا استهتار بهاي التضحيات اللي بيّنت الحقيقة بأن الأغلبية العظمى رافضة لنظامهم البائس. المتظاهرون رددوا هتافات من بينها: الشعب يريد إسقاط الإطار، والشعب يريد إسقاط النظام، فضلاً عن هتافات مناهضة لزعماء الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران، وبالأخص نور المالكي وقيس الخزعلي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. خلونا نشوف. تظاهرات الثلاثاء دزت رسالة حاسمة للحكومة السوداني قبل ما تتشكل، أنه ما راح تكون بمأمن من الثورة أو من ثوار التشرين، لأنها صنيعة نفس الأحزاب والميليشيات اللي قتلت الثوار ونهبت أموال العراق. المتظاهرون لفتوا الأنظار إلى أن الشارع العراقي يرفض حكومة محمد الشيعي السوداني. ليش؟ لأنه من جهة هي امتداد لحكومات ميليشياوية، ومن جهة ثانية هي الوجه الثاني لحكومة نور المالكي المتحكم الأساسي بها. وكل عادة القوات الحكومية كان لها بصمتها المعروفة، وطاردت المتظاهرين بساحة التحرير، وأظهرت صور تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي لحظة قمع التظاهرات بالقوة على يد القوات الحكومية. خلونا نشوف قبل استعراض التغريدات على وسم هاشتاغ تشرين من الوطن للوطن. اتفاق مع حزب الدعوة، مع حزب الدعوة، مع عملاء الدعوة، ماكو أي اتفاق. هذا الشخص مرفوض، وحكومة الأحزاب مرفوضة، وحكومة الأطار مرفوضة، وكل من يدري عن طريق هذه الحكومة مرفوض مرفوض مرفوض. شيع السودان، شيع السودان، شيع السودان، شيع السودان. Thank you.
الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع على هاشتاغ تشرين من الوطن للوطن، وأول تغريدة ويانا من المهندس محمد عراقي. تشرين كانت وستبقى فكرة وطنية وذات مبادئ واضحة لا يمكن أن نتخلى عنها. تشرين لن تتساهل مع أي جهة سياسية. هاشتاغ تشرين من الوطن للوطن. جنان الأسدي تقول: عندما تقرر الوقوف ضد الظلم توقع أنك تشتم ثم تخون ثم تكفر، لكن إياك أن تسكت عن الظلم من أجل أن يقال عنك رجل السلام. هاشتاغ تشرين من الوطن للوطن. فطوم تقول: في الذكرى السنوية الثالثة لأعظم ثورة عراقية، ثورة تشرين العظيمة، ما زلنا نردد هاشتاغ نريد وطن، وطن خالي من الأحزاب الفاسدة والتبعية، وطن خالي من التدخلات الخارجية، وطن يعيد للمواطن العراقي كرامته وتحقيق مطالب المشروعة ووطنه. هاشتاغ تشرين من الوطن للوطن. زينب حميد تقول: في يوم الحرية أزهرت تشرين من أجل ربيع عراقي يحفظ للإنسان العراقي حقوقه وكرامته ووطنه. هاشتاغ تشرين من الوطن للوطن. وكان هذا أول موضوع ويانا بخصوص ذكرى مليونية ثورة تشرين بالخامس والعشرين من تشرين اللي اليوم ذكراها. كرار من الناصرية، حياك الله يا كرار. نعم أستاذ، أولا تحية لك وقول لقناة جمهور الرافدين الصباحية وكل الكادر. حقيقة قناة الرافدين مو مدحا بها ولا يعني تملقا لها. القناة الرافدين من القنوات الجيدة، من القنوات التي تناصر ثورة تشرين وبشدة. يعني طول ثورة تشرين كثير هاي السنوات وهم لا زالوا يعني يطلعون الحقائق للناس ويطلعون الكثير يعني من شغلات، ومن ساند لثورة تشرين وصوت الحق نقول يعني وصفها بهذا، وصراحة هي تستحق هذا التوصيف. ثورة الحق على كل تشرين من بدايتها لحد مواكبة كل التطورات من بدايتها لنهايتها. نعم، واجبنا هذا أخي العزيز. طيب بخصوص التظاهرات اللي صارت اليوم في بغداد وفي بعض المحافظات، كلجنة مركزية احنا من داعي على حساب طرف على طرف ثاني. شلون على حساب طرف؟ احنا مفروض احنا جاي نخاطب الشعب العراقي. اسال من منبرك ومنبر الحق، من منبرك ومال منبر، اخاطب الشعب العراقي: يا شعب العراقي اخرجوا في هذه التظاهرات، لان هذه التظاهرات ليس تظاهرات التيار الصدري مثل ما تقولون انتم، بل هذه تظاهرات تشرينيه حره نزيهه خاليه من التبعيه، خاليه من الفساد، خاليه من المحافظات اليوم اللي جاي نشهده بالبلد. نرفض حكومه محمد الشاع السوداني ونرفض حكومه التيار الصدري التي تاتي بها التيار الصدري، نرفض كل الحكومات. احنا معارضين للطبقه السياسيه، هذه الطبقه التي لم تنتج عمل سياسي منذ طيلة الفترة منذ 2003 ولا الآن. نحن نرفض جميع السياسيين اللي موجودين إن كان طاريا وإن كان تياريا، لا شأن لنا. نحن كتشرين ثوار شباب خارجين من أجل الإصلاح النظام السياسي، هذا النظام الذي لعبت به الكتل السياسية الذي اليوم أخربته، أخربت البلد، ضيعت البلد من هدر الأموال العام وهدر الفساد اللي جاي نشوفه في كثير من مفاصل الدولة اليوم في أي دائرة أو في أي وزارة أو أي مدير عام تشوف لما تروح على كمواطن يروح يراجع على قضية عنده، ما راح يحصل المتطلبات اللي من حقه هي كمواطن عراقي يهتز بيه. اليوم لازم المواطن العراقي يطلع ويطالب ويدلب صوته وبحقه هذا، ويكون صوت العراقي هو أعلى من كل السلطات القمعية، كل السلطات اللي تواجهها اليوم هذه الأحزاب وهذه الميليشيات. هذه التكتلات صارت من أموال الشعب العراقي، هذه السلاح المنفرد اليوم صار من أموال الشعب العراقي. يا مواطن تعال وانزل للساحات وانزل للشارع. اليوم الواقع التعليمي والواقع الصحي وجميع المؤسسات الدولة اليوم تعاني من فساد. الفساد أنخر منظومة الدولة، واليوم منظومة الدولة اليوم لا نشيد بها في 2003 وهي الآن لم يحصلوا على بناء بيت سياسي يلم أطياف الشعب العراقي. يعني إحنا داعي الشعب العراقي أن يخرج ولا يقول إن هذه التظاهرات تظاهرات صدرية. نحن نرفض هذه الشيء ولن تكون تظاهرات
خاصة بتظاهرات للوطن العراقي، إخلاص للوطن العراقي. إحنا كناشطين وكمدونين وككاتبين في كل المحافظات العراقية، في البصرة وفي الناصرية وفي الكوت وفي النجف وفي الحلة وفي بغداد، كل الناشطين والمتظاهرين والمتظاهر الصغير الذي يخرج ويطالب بحقه، هذا مواطن عراقي يجب أن يقبل أقدامه ونقبل أنامله ونقبل هذا الصوت الحر، الصوت الذي يصدح حناجره بكلمة يطالب بها صوته عيشه ويطلب المنفرد اللي اليوم اللي جاي يشوفه، وهذا القمح وهذا الفكر للآراء يرفض اليوم المواطن العراقي والشعب العراقي يرفض هذه التبعية اللي جاي نشوفها اليوم اللي عندهم التبعية للأقاليم. وأي حكومة تشكل، أي حكومة تشكل إذا مو بخيار الشعب سوف تسقط. ونحن إحنا نريد الشعب العراقي اللي يطلع تظاهرات مثل تشرين اللي بداية وسوف يخرج، وحقيقة حقيقة الشعب العراقي يمهل الطبقة السياسية بضعة من الوقت يشوف هذه النتيجة. هل تمر بين السياسيين؟ هل السياسيين يحسون فيما بينهم؟ احنا اليوم جاي نواكب ونشوف الاطاريين متخاصمين فيما بينهم على المناصب الأمنية. نشوف الشيخ الفلاني يطالب بمنصب أبني، ونشوف الحاج الفلاني يطالب بمنصب أبني. هل هذه المخاصفات اليوم اللي تجري في البلد من حق المواطن؟ أنا كمواطن عراقي وكفرد أريد تعليم، أريد صحة، أريد أمن، أريد من أرجع طالب حقه كمواطن عراقي. لما أروح للمدرسة وأروح للجامعة الكلية، لما أقدم على وظيفة، فيا شعب العراقي أخرج ولا تسكت، لأن أنا صوته الإنسان يموت في كرامة. كل القادة اللي مات وإحنا نتمنى أن نسير على هذا الدرب، درب الشهادة ودرب هذا مو مثل ما تقول خطاب مثل ما تقول اللي نوجهه مثل إحنا نريد الناس أنا أشكرك جزيل الشكر أخ كرار على هذه الرسالة، لكن عندي اتصالات أخرى. شكرا لك كرار، رسالة من كرار إلى أبناء الشعب العراقي سمعتوها وأتمنى جاوبوا عليها. أحمد من مصر، حياك الله يا أحمد. شلونك الغاتي؟ هلا بيك غاتي، بحييك وبحيي قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام، تحية ودوم. بالنسبة لمحمد سياح السوداني إيه المكلف لرئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي، دي حاطينه بشماعة بعلو عليه أخطائهم، يعني دي محطوط ديكور بيلعبوا من ورا منه، يعني دي محمد شياس. زين أخي أحمد، سؤال، تتوقع هم حاطين شماعة يعلقون عليه أخطائهم؟ لو حاطين فزاعة يخوفون بالموجودين، لو حاطين شكل مثل ما يقولون العراقيين تشرشوبة وهم اللي يقودوه يا باشا، دي زي نظام الشرشوبة او زي ما انتم بتقولهم او ديكور حاطينه وما بيلعبوا ورا، هم شويه حرامية حاطينه واحد حاطينه وخلاص منظر، لانه معاهم ميليشيات ومعاهم عصابات بتحكم البلد منذ 2003. نعم، فهو دي راجل زي الواحد اللي مراته ماشيه بتقول له قوم نام نام، تفهمنا يا استاذ محافل؟ نعم. فهم حاطينه. بالنسبه لمقتدى الصدر اللي بقول لك انا ضد الاطار التنسيقي عشان الشعب العراقي، بقول كلام مهم الشعب العراقي يفهمني زين. نعم. بالنسبه لمقتدى الصدر بقول لك انا ضد الاطار التنسيقي، دول كلهم ايران هي اللي بتمشيهم، يعني ايران بتقول لهم لاموا لاموا هموم. ايران مسيطره على العراق ومسيطره على سوريا، مسيطره على اليمن، وخربت اليمن وخربت لبنان، الله ينتقم منهم بحاجه النبي، خربوا الدول دي لان كان دول اللي كانت لها وزنها في المنطقه. نعم. والله انت شكرا استاذ، شكرا شكرا لك اخ احمد. مرصد افاد الحقوقي قال انه حصل على تسجيلات مسربه تبين ابتزاز المعتقلين بسجن التاجي شمال بغداد. المرصد اكد انه هاي التسجيلات الصوتيه كشفت جانب من عمليات ابتزاز السجناء، مو كلها، بمبالغ ماليه اسبوعيه وشهريه من قبل المسؤولين بهذا السجن اللي اشتهر باعداد الوفيات من السجناء بسبب الاهمال الطبي وسوء التغذيه والوضع العام المزري للسجناء. واظهرت هاي التسجيلات دفع السجناء مبالغ ماليه طائله واضافيه بمقابل شنو؟ بمقابل انه يخلوهم يقعدون بقاعات بها شبابيك حتى تدخل لهم اشعه الشمس، لانه بقيه قاعات السجن ما بها هاي الميزة. خلونا نسمع سوية شوية من هاي التسجيلات المسربة اللي حصل عليها المرصد.
هذا المعاون علي شواي معاون بدي تاج اثنين لحجي ويستلم كل اسبوع ورقة شئنا ما بينه وده ما نطيب وقال حيث الشبنة على كل القاعات كل اسبوع يجي من عندنا ورقة كل سنة كل قاعة احنا 20 قاعة لازم نطيب كل قاعة ورقة ما عدا الشهرية يقول للسعد عباس والعلي صباح انا بالنسبة لي تطوني ورقة ما تطوني ورقة اطشر القاعة مالكم بس يا لحجي هو وما ياخذ الا بالدولار ما يتعامل لا بالعراق ولا هاي الا بالعراق ماشي بس هو لحجي هذا يعطيه شوفان شلون راح ياخذ الورقه لازم يفحصها ماشي وهذا يستفز العالم وياخذ الورقه يعطيه راح يصبطها وخلاها بجيبه ايها المختصين هذا الامور الا ينتهي هذا الامور ماشي هاي اخذ ورقتي وما القاتيه مثل ما شفتوا مثل ما سمعتوا نطلع من قضية المعتقلين نروح إلى قضية مغيبي الرأي ناجدت اليوم والدة الناشط الصحفي باسم الزعاق حتى يكشفوا لها مصير ابنها اللي غيب على يد أمن ميليشيا الحشد من سنة تقريبا وانقطعت أخباره طول هاي المدة حيث تم اختطافه من قبل عناصر الميليشيات أثناء ما كان يوثق ببث مباشر تظاهراتهم قرب مدخل المنطقة الخضراء ببغداد احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل ما أن يقتاد إلى جهة مجهولة وما حد يعرف مصيره لحد هاي اللحظة حينما تحول البث المباشر اللي كان هو يسجله إلى دليل على اختطافه من قبل الميليشيات الولائية اللي كانت تظهر بديج المنطقة خلونا نسمع جزء من مناشدة والدة الزعاق قبل استعراض التعليقات على هاشتاغ أو على وسم هاشتاغ باسم الزعاق وين؟ أناشد العراقيين الغيارة مبروككم أريد ابني طلع ما رجع صار لسنة شنو ذنبي؟ قولوا لنا شنو نسوي؟ شنو اللي طلع منه؟ لازم نعرف ابني وين؟ أنا أريد ابني يا المروة اللي عندكم خوف الله ابني ما مسوي شيء دخيلكم باسم الزعاق ما مسوي شيء والله صار لسنة أريد أعرف مصيره شنو وين راح ابني دليلكم دليل ما نقدر نقول لها غير ربي يبرد قلبك يا رب كانت التعليقات على هاشتاغ باسم الزعاق وين أول تغريدة ويانا من دكتور زينب غالب تقول مرور سنة على اختطاف الصحفي المستقل باسم الزعاق أثناء بث المباشر خلال تغطيته مظاهرات إطار التنسيق احتجاجا على نتائج الانتخابات أمام أنظار الجميع وإلى الآن عائلته تبحث عنه دون جدوى وتناشد جميع الجهات الرسمية والإنسانية للتدخل هاشتاغ باسم الزعاق وين علي مهدي عام على اختطاف باسم الزعاق أمن الحشد والفصائل الولائية متهمين بتغييب باسم كما غيبوا غيره الكثيرين من الشباب الأحرار هاشتاغ باسم الزعاق وين نور حمادي تقول الناشط باسم الزعاق معتقل عند الفصائل الولائية وتم اعتقاله بين خيامهم وأننا نطالبهم أن يفرجوا عنه بشكل فوري وعاجل فإن هذا الرجل لم يحمل أي شيء فقط الموبايل الذي كان يصور فيه ولا نعتقد أنها تهمة يحاسب عليها أو يعتقل بسببها هاشتاغ باسم الزعاق وين أم أحمد الطائي هاشتاغ باسم الزعاق وين صحفي بأي حق تعتقله أو تختطفه وأمن الحشد هذا مافيا لو جهة أمنية كانت هاي التغريدات حول الهاشتاغ أو الوسم اللي هو باسم الزعاق وين أبو عمر من بغداد حياك الله يا أبو عمر محيا القناة والسادة المشاهدين الكرام حياك الله ألو ألو أسمعك العفو أستاذ في موضوعكم موضوعكم بس لحد الآن أخذنا موضوعين الموضوع الأول هو ذكرى مليونية 25 تشرين واللي صار بساحة التحرير اليوم بغداد من تظاهرات حاشدة وقمع القوات الأمنية لهذه التظاهرات الملف الثاني اللي أخذناه اللي هو ابتزاز المعتقلين داخل السجون العراقية خصوصا سجن التاجي ورا ما حصل مرصد آفاد حقوقي على تسريبات تأكد هذا الشيء ومناشدة والدة الصحفي باسم الزعاق اللي تقول ابني صار لسنة ما أندل وين أريدكم تطلعوا لي أو تطوني خبره أو تطوني حالة وين وصل بي هاي الموضوعين اللي أخذناه لحد الآن أنت
ثورة تشرين المباركة اللي مرت عليها اليوم. شبابنا العراقيين وشبابنا الناشطين من تشرين من كل المحافظات اللي خرجت من أجل الوطن، من أجل استرداد الوطن من سلطة الأحزاب الفاسدة، ثلاثهم ميليشيات وزعماء وقياداتهم من قبل هاي المجاميع، نقدر نقول معلومة نعم او له انه هسه اللي جاي يرشحون باللي من جماعه الإدارة يقدر ان يكشف قتله المظاهرين. نعم كل هاي الاحزاب وهم حكمه العراق من الانتخابات لحد الان اي مطلب واحد ما قدمت للشعب العراقي، فانه هذه مظاهرات الشعب اللي انظلم شعب المظلوميه من 2003 لحد الان لا خدمات لا تعيينات لا صحه لا تعليم، اي الامور الفساد اللي حكمت سلطه الاحزاب والسلطات القمعيه بر نعم يريد السياسه يريد نعم. شكرا 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 لك ابو عمر، واعتذر منك بس اكو مشكله بالصوت والصوت دا يقطع، واعتذر من الساده المشاهدين. تعرفون حال الاتصالات بالعراق وهي وجه من اوجه الفساد السياسي والمالي والاداري اللي صاير بالعراق من 2003 لحد هاي اللحظه. اما الان محمد من امريكا، حياك الله يا محمد. حياك الله اخوي. استاذ اسد عمر، هذول المساجين كفيلك محمد حجه يتاجرون بالسجناء يبيعوهم بيع كفيلك الله النساء والذنب. نعم. ولا يحكمون العراق الميليشيات الحشد الايراني صفو القذر تابع للمرجعيه القذره في النجف القذره. والله العظيم هل شو جاي يصير بالعراق؟ كلها سببها المراجع القاعده بالنجف السيستاني وغير السيستاني. بس اخ محمد يعني مع ذلك اخ محمد مع ذلك أرد أقول لك شغلة واحدة بالنسبة إلى المرجعية، أكو هواية من الشعب العراقي قلدها، فأني يعني تريد تحكي عن الحشد، تريد تحكي عن جهة معينة بدون ما نوجه له أي كلام يسيء لها، ليش؟ حتى ما نسمح لأي شخص يسيء لأي شخص كان، ما نقبل لا بسياسة البرنامج ولا بسياسة قناة الإساءة إلى شخص. طب أسد عمرك هو من سوى الحشد رحمة الوالدين؟ من سوى؟ قلت لك اخي العزيز، انا قلت لك عندك راي تريد توصله قوله، ما راح نمنعك من الراي، لكن ما اقبل الاساءه الى اي جهه، اي جهه يعني خلينا نحكي بدون الاساءه الى جهه معينه. اوكي طيب. هناك انا استاذي العزيز نعم. عمرك الحشد الايراني الصفوي ابو المخدرات ابو الحشيش هاي يقوده، انا اقول لك انت تابعين محمد الحدموسي تهجم على عشيره الجمالات، ايش مره طلعوا تهجمون على عشيره الجمالات من قناتكم الشريفة، أحيي قناتكم الشريفة عشيرة جميلات، جميلات لا تأخذون لا تسكتون على حقكم، تأخذونها من محمد الحلبوسي المجرم جاب الميليشيات طبوا بالأنبار. نعم. كفيلك الله بس المخدرات مليانة بالأنبار، هو ساكت. محمد الحلبوسي لا تابع للسنة، تابع لإيران كفيلك الله. تحياتي لقناة الرافدين البطل. حياك الله. أشكرك عمري. مشاهدينا الكرام، ملفنا الثالث ذكر الأخ محمد جزء من عنده، بس ما راح نحكي عن الميليشيات والميليشيات، راح نحكي على غير قضية. المسؤولين بالعراق بدل ما يكون هو الحامي للناس، بدل ما يكون هو الحامي لمصالح الناس، بدل ما يكون هو الحامي والمسير لأملاك الناس، لا اليوم نشوفه يريد ياخذ ويكوش على كل شيء. المهم اليوم رفض عدد من أبناء عشيرة الفلاحات محاولة الاستيلاء على أراضيهم من قبل جهات مسلحة مدعومة من جهة سياسية، منو يدعمها؟ رئيس البرلمان الحالي محمد الحدبوسي. ومن أبناء منطقة فلاحات غرب الفلوجة شخصيات متنفذة مدعومة من رئيس الوزراء من رئيس البرلمان الحالي محمد الحدبوسي من الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضيهم الشخصية بحماية القوات الحكومية. خلونا نشوف. وهاي الارض عندنا وبها عندنا سندات طابو ومستغلينها وساكنين بها، وظهر بالفتره الاخيره شخص يدعى محمد فياض هليل الحلبوسي، يدعى انه اشترى هذه الارض وانه عنده بها سند، بعدين تبين من عنده عندما شفنا
السند تبين أنه أسهم مشاعة في هذه المقاطعة وليس أرض بالتحديد. نرجو من شيوخ العشائر الانتباه إلينا، لأن راح تصير كارثة عمي، وراح نتذابح إحنا وجهات مسلحة يحمونهم الجيش، وجايبهم محمد هليل الحلبوس من النجادي، فعليه يرفعون ايديهم عن قاعتنا، القاع متجاوزين عليها، واحنا ترى بعد انتهى كل شيء، راح منا وهيش ما نستخدم غير السلاح، لان ما بعد لا ما بيها شنو لا بعد ما بيها عمي، وصلت الشغله الى حد مسدود. يعني وزير الدفاع يدزون قوه يحمون المغتصب الارض، انا مشتريها من الملاك ماكو شراء، الارض الي والارض للفلاحات والارض مطوبه باسماء الفلاحات، ما هذه يعني تجاهل للقانون، سند القانون وقرار القضاء لحد الان ما صدر، فما نعرف اللي احنا المن نتجه، للناشد المن الناشد، اذا احنا عندنا نظام وعندنا دوله وعندنا قانون نناشدهم. كان هذا كلام ابناء عشيره الفلاحات حول قضيه استيلاء اراضيهم. مدينه الانبار تعاني من هواي المشاكل من 2003 لحد هاي اللحظه. واحده من هاي المشاكل هي قيام متنفذين بالاستيلاء على اراضي، خصوصا المتنفذين المدعومين من الميليشيات، بالاستيلاء على أراضي واسعة تحت ستار القانون، وراها يبيعون هاي القياعين إلى مستثمرين بالتنسيق ويا بعض القيادات الأمنية ومدراء الدوائر الخدمية. مصادر مطلعة قالت أنه الاستيلاء على الأراضي يجري من قبل ميليشيات من خارج المحافظة وبتواطؤ من قبل مقربين من رئيس البرلمان الحالي محمد حلبوسي، ورا ما يتلاعبون بجنس هاي الأراضي، مثلا هي زراعية يسووها سكنية أو تجارية بمساعدة بعض مدراء الدوائر الحكومية. مقطع مصور طلع لنا كونة أو مشكلة بين أبناء منطقة الفلاحات وبين الميليشيات اللي تجاوزت على أبناء الأنبار بدوافع طائفية قبل أن يرد عليهم أبناء المنطقة ويجبروهم أن يغادرون المنطقة. خلونا نشوف. تجمع الناس وأفراد العشيرة متظاهرين سلميين ورافضين لتسليم أرضهم المغتصبة من قبل جهات نافذة ومدعومة بالسلاح من قبل أناس مجهولين. ما لك علاقة بالعرض، هاي عوف، هاي عوف، ما لك علاقة بالعرض، كل من يحترم نفسه هنا، ما حد محتاج على عرض أحد. عيب 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 تحكيش حكي، عيب أنت من عشائر، عيب عيب عيب، زلم قبل هسه وقبل. ايه ايه يلا اغتصبوا بيوصلوا جيعانكم الدواعش، وشنو الفرق حتى عنك؟ ما تسبق هسه داخلني، شنو الفرق عنهم؟ هاي مصور ترى شيعه، ايه على الراس، على الراس الشيعه، على الراس، على الراس، يقول طائفيه هنا الناس على راسها بالقندره مش طائفيه، ما حد يقول طائفيه. شو تسولك يلا انت لو شو اسمه ما الدواعش يجون ياخذون قاعكم؟ ايه ايه، وانت تاخذ قاع انت، يعني انت والدواعش نفس الشيء، يعني نفس الشيء انت. الناس ورا ما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واختارينا لكم بعض التعليقات. اول تعليق ويانا من مهند سلمان يقول الميليشيات دمروا البصره وبغداد وقطعوا كل الاراضي، وهسه مفترين على الانبار، ذولا سرطان ينخر بجسد الدوله. جنان عمران عافية بأهل الأنبار، هذول خارجين عن القانون، عبالهم بالقوة والسلاح يتعدون على حقوق الناس، مو بغابة، بكيفكم طائفية، ما شبعتوا، ماكو مسؤول يحاسبكم. علي الفلوج العراقي يقول السبب كل من المتنفذين الذين تدعمهم الحكومة لأسباب معروفة. وآخر تعليق يانا من دكتور عبد الوهاب العاني يقول بدت بالطبيب الجميلي وانتهت بالفلاحات، انعدام القانون وسيادة الدولة يؤدي لانفلات الأمن. كانت هاي التعليقات حول هذا الموضوع. أبو سمية من الأنبار ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، عندما رأيت مجموعة ملفات ومجموعة فضائح في حلقة واحدة تذكرت قول الشاعر عندما انتقد في أحد قصائده الحكومة العراقية، عندما قال من أين أبدأ هذا الجرح يا إبر، صغيرة رقعتي والجرح ينشطر. العراق أصبح من العجيب أن يمر يوم فيه بغير فضيحة مغطاة من قبل السياسيين
المباركين في العراق. اغتصاب الأراضي في محافظة الأنبار، نعم، هذه أعمال احتلال، نقولها بالعبارة الصريحة، هذه أعمال احتلال. وإلا الذي يملك أرض يملكها وفق مستند يصادق عليه الحكومة. طيب كيف يأتي منتسب من نفس الحكومة ويستولي على هذه الأرض بصفة أخرى؟ لماذا؟ لأن قانوننا مطاطي، يمكن أن يتغير في أي لحظة. فلا أخي الكريم، فلا نهاية للفساد في محافظة الأنبار. وبعض الذين يتشدقون ويحاولون أن يزينوا صورتهم من خلال تبليط الشارع أو نافورة أو غيرها، هم يعرفون أنفسهم. وذكرها لي بعض السياسيين المستقلين، يقول إن حركة الإعمار في الأنبار موجودة، لكن بشرط أن التغيير الديموغرافي والاستيلاء على بعض القطع وتحويلها إلى بعض الجهات المعروفة، هذا خط أحمر على الجميع أن لا يتدخل به، وهذا الأمر أصبح أمرا واضحا. وأخاطب آخر شيء قوات التحرير التي حررت الأنبار من قوى الإرهاب. انقطع الاتصال يا أبو سمية، شكرا جزيلا لك. عبد الرزاق من باب الحياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفل، بالنسبة للعراق هو بلد الحضارة والثقافة، نعم، هذا معروف، يعني معروف في التاريخ، هذا البلد اللي من عنده انطلقت الحرف الأول اللي علم الإنسانية القراءة والكتابة، نعم، هذه الأوائل. وحتما يعني أهل العراق حاليا هم أحفاد دولة من أجداد، نعم، لكنه اللي جاي يشوفه للأسف الشديد يا أستاذ أفل، يعني نشوف التخلف بكل أشكاله. احنا يعني عندنا صورة سوداوية عن منطقة من مناطق العراق، وعندنا منطقة يعني من خلالها نفتخر بها، يعني نفتخر بأنه العراق ما زال بخير. أقصد يعني احنا عندنا بالجنوب ناس متمردين وتعودوا على هذا التمرد على الدولة وعلى القانون، وشوف بينهم ونهارهم يعني كله طلق ودوشات، ومسوي لك المناطق إلى جبهات. نعم. كان أمننا كل الكبير بمناطقنا وبأهلنا أهل الرمادي اللي هم ناس يعني الصراحة يمتلكون من الوعي، من الثقافة، من الخلق العشائري، بأنه المسائل السطحية دائما يتلافوها. لكنه اليوم اللي جاي يشوفها بين عشائر الرمادي هذا، يعني صراحة راح تطون يعني انطباع كل كبير عن العراق بأنه العراق مظلم. فاللي أترجاه من عشائر نبي الرمادي، أهل الحكمة، أهل العقل، أن لا يطورون المشاكل، بالأخص بين عشيرة الجميلات والحلابسة وكل عشائرنا إن شاء الله. طيب أخ عبد الرزاق، يعني أنا عندي سؤال بالنسبة بخصوص القضية اللي أظهرناها قبل شوية. ناس يقول لك إحنا عندنا طابوات تثبت ملكيتنا إلى هاي الأراضي، إلى هاي القياعين، وهاي القياعين تابعة لنا، وجت تجيها ما نعرفها منين بمساعدة محمد الحلبوسي اللي هو المفروض من أبناء المحافظة، يردون يستولون على هاي القاع اللي هي قاعنا. زين دول شلون يتصرفون؟ أخي بالنسبة لهيك أمور، ولو إحنا إذا تقول للقانون يعني واحد يكذب على نفسه يا أستاذ، يعني إحنا جاي نشوف اليوم الحكم الميليشيات، يعني عصابات وانتلاف كل المسميات، يعني حكم الشقاوات، أنا أسمي هذا حكم شقاوات، لكنه أهل المنطقة يقدرون يدافعون عن حقهم إذا إجت ميليشيات أو غيرها يدافعون عن حقهم. هذا الله أمر به ونبي أمر بالدفاع عن الحق، الإنسان يموت على عرضه وعلى أرضه. اللي جاوز سواء ميليشيات او غيره لا يرد عنه بالقوه، لكنه الامور اللي يعني تقدرون تحلوها يا اهل الرمادي بالعقيل تقدرون تحلوها، اما يستخدمون وياكم اسلوب القوه لا بالقوه. وكنا احنا وياكم، احنا اهل الجنوب وياكم اهل الرمادي، لانه كافي ضيم وكافي قهر، وصبرنا بما فيه الكفايه على الانفلات، وهذا ما يليق بالعراق سمعه يعني الصراحه. فاللي نترجاه ورجاء من خلال قناة رافدين إلى أهلنا بالأهل الأنبار
أن يمتلكون الحكمة ولي يعني ينحازون أو يدفعون وراء هاي الأصوات النشاط. تحياتي لك. شكرا شكرا لك أخ عبد الرزاق، أتمنى أنت تتابعني وتسمعني. أرد أنوح على قضية واحدة بس، أبناء الشعب العراقي من شمال إلى جنوب ما بكون بيناتهم مشكلة، فلا تتوقع أنه أكو مشكلة بين عشيرة معينة وعشيرة ثانية بالأنبار. أبناء عشائر الأنبار كلهم متفقين وكلهم عايشين سوا، وأغلبهم متصاهرين وأغلبهم متآخين وعايشين بهالمدينة هاي صار لهم سنين، حالهم حال باقي المحافظات العراقية اللي ما تختلف عن هذا الشيء. اللي دا يصير بالأنبار شنو؟ اللي طلعنا وحده وقبلها طلعنا قبل يومين مثلا المشكله اللي صارت ويا الجميلات مثلا، اللي دا يصير هو بعض الحمايات التابعه للسياسيين او سياسي معين يدعي انه هو تابع للمدينه، على حال السياسي اللي بالجنوب اللي يقول اني ابن المحافظه الفلانيه، اني ابن بابل بس ماكو مجاري بابل، اني ابن بابل بس ما عندي خدمات ببابل، اني ابن بابل بس ما عندي شوارع زينه ببابل، اني ابن بابل لا كهرباء زينه لا مي زين لا مدارس لا تربيه لا تعليم، كل شيء ماكو. فهذا اللي دا يصير بالانبار، فلا تتوقع اخ عبد الرزاق انه اكو كونه او اكو مشكله او اكو ثار بين ولد عشيرتين لا بالانبار ولا باقي محافظات العراق. نكمل المواضيع اللي ويانا. عفوا ابو عمر من الناصريه ويانا، حياك الله. السلام عليكم عمي ابن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ياك ابو عمر من الناصريه. والنعم منك ومن اهالي الناصريه. دام السباق طلع هموم الناس. اي والله الله يسلمك. شلونك عمي فهد؟ هلا بيك يا الغالي، تفضل. شلون صحتك؟ بخير. طبعا عمي أفل طبعا هم ما خلوا شيء. نعم طبعا دول ما خلوا شيء، ما خلوا شيء، طروبات يأخذونها يعني شيء يعني شيء يستفزون الفلوجة يعني على 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 أراضيهم، يجي لهذا ويقول له والله يقول له هذا الشيعي. لا ما صار يعني جاي جاي يسوي طائفيات انت ولا شيعي. مع احترامات للشيعة كل ما يحترم نفسه ويصير يخون شافي. هاي 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 ارض العالم، هاي حرام حرام ثم حرام. على اساس على اساس تتجاوز عليها وتاخذ جاي جاي يسوي فيها طابو. يا قال لك هذا يا مليشيات انتم مليشيات. نعم شكرا شكرا لك ابو عمر، واعتذر منك بس الوقت راح يدركني وعندي مواضيع ثانيه. بغداد تعاني من ارتفاع معدلات الجريمه وانهيار الامن بشكل ملفت للنظر بظل عجز القوات الحكوميه عن بسط الامن بها، خصوصا مناطق البنوك ومدينه الصدر. ورا المقاطع المتداوله للنزاع العشائري اللي عرضناه قبل يومين منطقه البنوك، ووضح النهار بظل غياب المظاهر الامنيه، داور رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور بكاميرا مراقبه يبين لحظه الهجوم على منزل بمنطقة البنوق. أظهر التسجيل إصابة أطفال كانوا قاعدين بحديقة البيت بجروح متفاوتة، بمشهد حاز تعاطف العراقيين وغضبهم من العجز الحكومي بتوفير الأمن للمواطنين. الصور الواردة من مدينة الصدر مدخل خطورة عن الصور اللي جتنا من البنوك. ويانا مقطع مصور يبين أن لحظة نشوب نزاع عشائري بقطاع 71 بمدينة الصدر، بوضح النهار على الرغم من وجود مارة واستمرار حركة السير بمشهد هوليودي للشارع ربما ما نشوفه إلا بأفلام الجريمة والعصابات المتناحرة بيناتها، وكل هذا صار بدون أي وجود للفرقة داعش التابعة للجيش الحكومي اللي تتولى حفظ وبسط الأمن بالمنطقة. صور.
متصلين وعليك. وين هم القوات الأمنية صدق؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات الاثنين علقت على هاي المواضيع، واختارينا لكم أول تعليق. مثلا قاسم الدجيلي الزبيدي يقول: طبعا ما حد أساء إلى العشائر غير هاي التصرفات الفردية، مثل هيك بشر تعبانة عمي عيب، شارع بنسوان بجهال بعالم مرضى، شنو هالتصرفات؟ أما مصطفى وليد يقول: الجهال يفترون وياهم ولا عبالك أكو شيء، هذا من يكبر هم يصير مثلهم. مؤيد حسين يقول: قطاعاتنا السبعينات كل ميليشيات العراق بها، بحيث حتى الصواريخ موجودة بالبيوت، حتى بالفيديو أطفال تتفرج كأنما يشمر شوكولية مو رصاص. منتظر سالم: الحكومة حدها بس جسر الجمهورية تحمي نفسها وبس، المدينة خارج السيطرة. كانت هاي التعليقات من الناس حول هذا المواضيع. بالنسبة إلى نافذة أنت ترى، وجه مواطن عراقي رسالة لمديرية المرور عبر نافذة أنت ترى اللي خصصتها قناة الرافدين حتى الناس تعرف بها عن مشاكلها. هذا المواطن مشاهدينا الكرام عبر عن استغرابه من أموال الجباية وتكاليفها المرتفعة المفروضة على المواطنين من قبل مديرية المرور وبمختلف الذرائع، ودعا مديرية المرور أن توضع حد لهذا الاستنزاف لجيوب المواطنين. خلونا نشوف. يعني ابو الاجره هسه تدري قد يصرف بالسنه ياخذون من عند المرور 30,000 هاي مال الهزه سنويا، و70,000 مال الهيئه، 400,000 مال الضريبه، غرامات تلحقها 200,000، تجي النوبه للتحويل رسوم تحويل وشهادات سبايك اب وصندوق 35 وطرق جسور، يعني هذا كله صرف تقريبا يصرف بالسنه مليونين. زين اذا تقسم المليونين على السنه تطلع تقريبا 400,000 بالشهر، يا سياره اجره يطلع 400,000 بالشهر. فصدقوني يا اخوان راح تسقط الحكومه من وراء مدير المرور العام ومن وراء تعليماته اللي ضد الفقير وضد المواطن العراقي. يعني ايش راح يسوي هذا ابو الاجره؟ ابو الاجره ايش راح يسوي؟ راح يذب سيارته ويروح يشوف له غير طريق، يعني راح ينحرف. أنا أعرف الدولة لما تفرض ضرائب على الناس، الناس تكون مرتاحة على الأقل، راتبها ماشي وضعها ماشي ومرها ماشي، بحيث أنه يقدر يدفع للدولة. زين إذا رواتب ماكو وإذا فلوس ماكو، من يدفع المواطن؟ نروح إلى قضية التغريدة أو الهاشتاج. محمد الشياع السوداني الكل عرفه، رئيس الوزراء المكلف، يمارس دوره الجديد وهو دور المتفرج. طبعا رئيس الوزراء المكلف اذا شكل حكومته وادى اليمين الدستوريه امام محمد الحلبوسي بالبرلمان والنواب راح يصير القائد العام للقوات المسلحه. مهم، هو متفرج على شنو؟ على العركه اللي صايره بين الاحزاب والميليشيات المنضويه تحت الاطار التنسيقي. ليش؟ لأن كل طرف من هاي الأطراف تريد تحصل حصتها من الحقائب الوزارية، هذا يريد الوزارة الفلانية وذاك يريد الوزارة الفلانية. الأحزاب والميليشيات تشوف الأحزاب أو عفوا تشوف الوزارات على يعني مقياس معين. شنو هي مخصصات الوزارة المالية؟ مو وزارة المالية، لا، كل وزارة شقد مخصصاتها وشنو المشاريع اللي تتبعها وشقد تجيب وارد حتى يتعاركون عليها. ليش؟ حتى يحصلون أكبر قدر من الأموال بجيوبهم. هذا يصير أكبر عملية فساد مستمرة بالتاريخ السياسي العراقي. بهالأثناء تفاعل مدونون ومغردون على وسم هاشتاغ شياع قرارك شنو؟ بتساؤل عن دور السوداني بظل هذا الصراع على الرغم من عدم امتلاك سلطة القرار حيال فك اشتباك التنافس على الحقائب الوزارية بين أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي اللي دفعتها الرئاسة حكومة. والتأكيد على ذلك
رسالة مصطفى الكاظم الوداعية اللي قال افسحوا المجال للسوداني يختار، لأنه أنا ما قدرت أختار هو إيش قال. خلونا نستعرض عدد من هاي التغريدات. رغيد يقول أتعجب من مناشدة البعض للمكلف بالانسحاب بسبب ضغوط قادة الإطار لتعيين وزراء وتوزيع الوزارات. يعني السوداني من قبل تكليف الإطار كان متوقع مثلا يعين وزراء بكيفه؟ أنتوا هيج متوقعين من كل عقلكم هيج واحد عنده كرامة ويترك تكليف أو منصب؟ ترى هذا خرقة بيد المالكي. هاشتاج إشياع قرارك شنو؟ حسن رباط يقول هاشتاج إشياع قرارك شنو بخصوص شنو؟ والقرار الأول والأخير لرؤساء الكتل، أنا مجرد دمية بديهم مثل الكاظمي. فيصل مياس يقول لا أخلاق لا رجولة لا علم لا ثقافة لا هيبة لا فهم لا عدل لا مساواة، نهب سلب أتاوات سرقات عطاءات، هذه هي صفات السياسيين العراقيين من عام 2003 إلى اليوم. هاشتاج إشياع قرارك شنو؟ أمير الكربلاء يقول هاشتاج إشياع قرارك شنو؟ إرجاع نفس الأحزاب لنفس الوزارات وجعلها محاصصة، هذا دمار للبلد واستمرار للفساد. من الواجب دعم المستقلين بتوليهم الوزارات وحسب اختصاصهم. إذا مشاهدينك بس عندي تعليق بسيط على التغريدة، من الواجب دعم المستقلين، لا من الواجب دعم الكفوء. ليش؟ حتى يقعد بالمكان المناسب حتى يعمر لنا هذا البلد، إن كان مستقل وإن كان غير مستقل، لكن يفتهم بالمكان اللي يشتغل به ووطني. هاي أهم نقطة. كانت هاي أهم مواضيعنا لحلقة هذا اليوم مشاهدينا الكرام. مشاكل العراق هواية وما تنحل بحلقة وحلقتين، لكن السؤال اللي أرد أسأله، إن كان السوداني وإن كان غيره اللي جابوه معروفين، تتوقعون اللي راح يجيبوه يحلون مشاكل العراق؟ هذا السؤال لكم. نلتقيكم على خير مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة إن شاء الله باكر بنفس الموعد. في أمان الله.